وقد خدع بعض إخواننا في هذه المناطق، خدعوا، لأن الناس مفقرة، مجوعة، محقورة، مهانة، خدعوا، وبعضهم راح للانتخابات. صحيح كانوا قلة، لكن بالفعل كان اللي راحوا الانتخابات المزورة تاع 12/12/2019. الدستور انتهى، لما جاء الدستور انتهى الأغلبية، الناس انتهت يعني، لكن كاين اللي راحوا الآن راهم يكتشفون الخديعة، ويكتشفون أنهم خدعوهم، وأنهم زادوا شوهوهم وأهانوهم، وراهم يعودون. والآن هما هذو راهم كثير منهم حارسين، وربما أحرص الناس على الحراك وعلى الخروج. ولذلك مرة أخرى أقول لإخواني، خلونا من كلمة بصبع الأزرق هذا من فضلكم، ما زيدوش تقولوه. كاين بعض خوتكم اللي راكم تزيدوا تجرحوهم، لأنه يشعر أن النظام خدعوا وجرحوا وظلموا، وانت راك تجرحوا بهذه الكلمة. اللي تخدع المؤمن يلدغ من جحر مرة واحدة، نعم يلدغ، لكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إذا عاودوا أخلاص، ما عندنا ما نقول، ذاك الوقت اللي ما يشوفش واش راه يصرى الآن خلاص. لكن استقبلوا إخوانكم هؤلاء اللي كانوا يسمون أو يحسبون على ما يسمى بالصبع الأزرق، استقبلوهم بكل أخوة، بكل صدق. راهم كانوا أغلبية الغالبة منهم كانوا مخدوعين، حتى بعض الموظفين، حتى بعض الإداريين، حتى بعض اللي كانوا يستناو في مخرج وحل البلاد، هم شوفوا أمامهم الآن. فكونوا يا إخوان، كونوا لينين وكونوا لطفاء مع إخوانكم، لأن الجزائر تستحق كل أبنائها، وكل أبنائها يقدروا يساهموا فيها. وكلما انخرط عدد أكبر من الشعب الجزائري، كلما سارع ذلك وأدى إلى إسقاط الكمشة نتاع الجنرالات ومن معهم من كبار اللصوص، خاصة مع عودة الجزار، وما واللي يسمى يومه نفسه رب الجزائر.